بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بعد صلاة الجمعة نلتقي عند الأخ أباح أحمد بحي أسعيفي، هذه البيت بيت الكرم والجود، حصة جسر المحبة يلتقي فيها الشاعر بن عطية البشير من بلدية الدويس. أهلا وسهلا بك الشحرور فرحات لخنش، مرحبا بك الشاعر بالخير الطار. أهلا وسهلا بك الشاعر غويني عبد الحميد، والشاعر ساسي بن حرز الله، الشاعر قاسم عامر، والشيخ الشيخ الشيخ مصطفى بن ميسى مصطفى، اهلا وسهلا بك. الاخ عبد القادر الموسيقار عبد القادر منصور، اهلا وسهلا بك. ونحن في بيتي الاخ اباح احمد قرب، ومرحبا بكم، ربي يحفظك ان شاء الله ونشرفوا بكم ونشكركم ورحمه الله عليكم، والله ان شاء الله يدوم بالصحه والعافيه والهنا مجمعكم ان شاء الله، رحمه ربي والهنا ان شاء الله. امين, أمين يا رب العالمين، امين. إذا بداية نبدأ ب بداية نبدأ بقصيدة تروي قصة لصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة قصة رائعة، قصة عند فهمها وسماعها يبكي الإنسان لما ترويه هذه القصة. أروي لكم عن قصة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إذ قام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما. وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما. وبعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القويم تقوما. قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما: آلمتني بالعود يا خير الورى. فاستغرب الجمع الغفير وهمما: ما ظنكم ماذا يكون جوابه؟ هذا رسول حاز خلقا عظما. صلى الله عليه وسلم. فتأملوا في قائد ومجند، قد أزهر الإسلام حبلا فيهما. هذا محمد كاشفا عن بطنه، تفديه روحي مرسلا ومعلما. يعطيه ذاك العود دون تردد، ويقول خذ مني القصاص مسلما. وإذا به في لهفة وتشوق، وكأنه يروي الفؤاد من الظما. يجذ سواد كي يضم حبيبه، لم يستطع من شوقه أن يحجما. ويعانق البطن الشريف بوجهه، متبركا متمرغا كي يغنما. يا سعده قد نال حظا وافرا، أصغوا إلى ما قال حين تكلما: يا سيدي إني خرجت مجاهدا، وعدونا جيش يسير عرم رما. لا علم لي إن كنت أمسي بينكم حيا لعلي، أو قتيلا ربما. فإذا قتلت فلست أدري موئلي، في جنة أو في سعير أظلما. لكن جلدي مس جلدك علني، أمضي وجلدي عن جهنم حرما. صلى عليك الله يا خير الورى، قد صار حبك في شراييني دما. صلى عليك الله يا خير الورى،
قد سال حبك في شراييني دما. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا نواصل الآن أعزائي المشاهدين مع شاعرنا طاهر بالخيري حفظه الله ورعاه في قصيدة الصحراء. هذه القصيدة التي كثيرا ما تطلب من الشعراء إعادتها لأنها تحكي قصة الصحراء. فليتفضل مشكور. الحاج أحمد الباح اللي استضافنا اليوم في قصيدة الخيمة. هي القصيدة الحقيقة قصيدة قديمة ومطلوبة طلب مني بعض الأخوة بأنها نحاولها، بالأخص الأخ أحمد البدوي اللي نحييه في مدينة الحجيرة. نقولوا الخيمة وأهل البوادي شو زمان، هذه قصة عجدود رويناها حصرها على كاسب الخيمة، وش كان كل ليلة في مرسم جديدنا. شتى وبلاد السوافل والتيقان ورضة التوميات، وصحى نحذاها ليلة ممسى كي تلاقوا جيران نظرة في الدوار. ليلة ممسى كي تلاقوا جيران نظرة في الدوار يزهموا لها أهل البيت اللي تعاشي بنعمان. ورضة تفتح في زنايق بعفاها ويحطوها سوار قرمال الويدان، وجحاف وبيحات منسوج رقاها ورفايف للمال خدة والصليان فيها مسل الرقم في البطاقة. وربيعة فيها الخالق عن محال صدقت محسوباتها عقوشتها لخل البر اللي من الصحراء عطشان. تلقى ضايا فيه ما نقلت ماها وبعيني يمسوا في النزلة جيران. خلف المجرودات حنن برقاها واللقطة العشوى يقودوها الرعيان وما تخرفاني تهدوها. واللقطة العشوى يقودوها الرعيان وما تخرفاني يتهد قطاها. زهو الدنيا في العرب ما هو قيطان ذي الحكمة وإحنا صغار سمعنا. بمهاريسي هلكوكم على ذان بيها صوت الليل مرفوع القاها. قهوتها تفجن عسل التعبان من فنجان وضري حجان. الله الله. حدثني عن مكسبنا عزوشان وقت بيت الصوف كانت بشناها. حارسها مرسل على كاسح فطان ما تعرفش الملك ما وشوراها في بيته. من لا تعييها بشحان شبت لدمي في السواف المفلاها. لبس السطرة والحياة في الوجه يبان. ما تسمعش الناس حتى بسمها البرودي والصفايفر وبالسيفان طرز الخمر على حزتها. بنت الحرمة سطرت عنها فرسان تترهن عطايرة كم عليها قيس تعلى قدر ما شافت العيان. يشتت تحت السماري شعضاها هل سلسات الطوع الشارد يمهان. ومحاصم يرحل حجر دق خطاها ذكرهم في صحرة مات الضمران وبلاد الحجيرة قشلة. مجرودات المخلة فيها تتحان وباصير مقلقة فوق ذراها خودات يهزوا جحاف على بعدان. بهم كذا من برورة طويناها مدبوبات على مردات الحرجان تتقفل من زيتة البرق. نجعوا في الصحراء يجول مع الأصحان جم عمرت به فجوج وفجوج خلاها ورضا بكرة مطرها خلف الحمان. شو ربيع ينحن وارع فيها صاحب شور ويسبق الرحلة بزمان. مي يامس ميز دار قدوة يمساها وتشتي قلم وحقفة الضمران ما شفت في الجيد. شوف الدنيا دهرها ما فيها مان وذيك الصحراء ضرو كلها وراها. والبيت اللي عادوا لها قيطان شفنا الدنيا كصدر في فرح الطاهر هذا كلا مجاب وزان وبيت. الله 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 فيك. ما خلينا نبي نجيب الكاش حتى إذن بعد الشاعر بالخير الطاهر نتحول إلى الشاعر ساسي بن حرز الله. الشاعر ساسي بن حرز الله يهدي هذه القصيدة قصيدة رثاء إلى الإعلامي الكبير الذي فقدته الجزائر في الأيام السابقة
سليمان بخليلي رحمه الله وطيب ثراه. وهي باسمه ولقبه كاملة. نقول في حقه سلامي لكل محب يعرفني، والمحبة دائما بني الإنسان. لله يا حبيب ديما أذكرني بالجميل اللي فيا والإحسان. يا حزني على كل صادق أفقدني، ونعزي الجميع فيا والإخوان. محلى ذوك الأيام كانت تجمعني بكم يا الأحباب والحالة تزيان. أذكر يا رفيق مزايا عني، واحكيها بكل فخر وامتنان. نور الطريق ليهم واذكرني، وعرفهم بخصايل هذا الفنان. بذكراكم ساكن في الوجداني، صورة حية راسخة داخل الأذهان. خاتم سليمان حصة من فني، تبقى ذكرى خالدة طول الزمان. لخدمة الفن ربي سخرني، ابذلت المجهود في هذا الميدان. يا حزن البديرة فقدتني، طابعيها نوري ما عاد يبان. للمولى الصديق بمرو ناداني، ورحلت من قير رجعة يا إخوان. يا ربي يا خالقي لا تحرمني، واسبل عني رحمتك عظيم الشان. سليمان هذا الاسم الحقاني، بخليلي معروف شايع في الأوطان. راني نرجى رحمتك يا سلطاني، طالب المرضات منك والغفران. لميمة مقواك تبكي عني، بالدمعة فاجيع لقلبك لمحان. كانت صدر حنين ديما ترعاني، ما تملش من شوفتي بنظرة العيان. ربي يا حنين صبرها عني، بجاهي اسماك وصوري القرآن. لا ننسى الأولاد والزوجة ثاني، يرزقهم ربي الصبر والسلوان. والصلاة على أحمد نور عياني، مول التاج الهادي فارق الأديان. الله الله صح، بارك الله فيك. إذن رحم الله الإعلامي سليمان بخليلي رحمه الله وطيب ثراه، ورحم الله موتانا وموت المسلمين أجمعين. معنا الشاعر بشير بن عطية من كما قلنا من بلدية الدويس، بقصيدة مهداة إلى جملة طعبان. تفضل. عندي قصيدة في مدح ولا طعبان، هديها إلى عرش ولا طعبان وإلى كل قاسي مسعد. وهذا القصيدة راني شرشي بها الطاهر، شرشي طول معناها طول، لأنه يتحلت ويا تقول لي قلتوا لي قصيدة، طلبت ويا تقول لي قصيدة، قلتوا لي قصيدة. كل شكر منظورك للطاهر، ما لا تحدي للطاهر. هيا تفضل. إذا إن شاء الله إن شاء الله تحرك في الطاهر المشاعر وال تكون بداية المحبة، سيكون الرد. بارك الله فيك. القصيدة نقول فيها يا سعدي والسعد عندي في مسعد، واللي عنهم صالحين وخير سعاد. من يعرف خير السعودي ظل يعد يستنى في فصلهم منهم السفاد. حول العام اللي صدق منهم سيد، تتباشر به الأرض في كل بلاد. مدحي في عرش الطعابة والمقصد، ويا مظنوني ذي الخيام من القياد. راني القيطان والساكن لابد، والرحال اللي يجوا المعلوهاد. من بكري تاريخهم عنهم يشهد، زعامة وامثالهم لبنو شداد. أصل النحلة حوضهم صالح للود، كرامين الضيف ورجال الميعاد. اللي ظنوا في الخير فيهم يستسعد، تاجرهم يربح معاهم خير وزاد. هنية ذا العرش خادمهم فيد، الصالح في جارهم نار المقصاد. صاحبهم من نيت وسعد، ويتقد يسقم ظهرهم القاشي الجواد. الله يرجع فارس نعتهم راجل جيد، يتعلم من طبعهم مشية الأسياد. منهم اللي كان حربي واستشهد، كان يكافح في العدو راجل جهاد. واعطاني من آت ومن بوه الجد، ما يرضى بالذل من قوم الفساد. تاريخه معروف والعالم يشهد، ونفتخر بالنايلي حرب ورعاد.
وفيهم من يقرأ من العلم مزود فايض وادو بالحكم لا يحلى الزباد وفيهم من موهوب فيهم من موهوب بقوالي صرمد تعدى شعر وكيل واد على الأصماد فيهم من يقرأ من العلم مزود فايض وادو بالحكم لا يحلى الزباد وفيهم من موهوب بقوالي صرمد تعدى شعر وكيل واد على الأصماد ارتجالي وازنه وما يتردد قليل مثاله ذي الفحل رئيس الأعقاد عامق كمثل البحر ما عنده حد فيه كنوز وما تمثلها بعداد عامق عامق كمثل البحر ما عنده حد فيه كنوز وما تقدرها بعداد وفيهم من صلاح عباد الواحد من يقتبهم من ظلمهم رحمات من يطلب مولاه قوله ما يترد المقبولة دعوته ما دار فساد وفيهم من شجعان مثال الأسد عينه حرجة ترهجك تاذي لك باد إذا طلع عليك طرباقي رعد وينه اللي ينطحو بارم الأزناد الله مثل عقابي ذا الفا عينه تصهد تزاهق منه الطاير والمراد وفيهم من اللي شب في القوم ميعد مطري السلطان سيد من اللي زاد كل نهار تقول ذي الشيخ معيد وضيافه متهاطلة من كل بلاد مولا خبزة وافية في العرش يود لا من طاقه في الكرم ماله عناد نعتو حاتم في السخاء وافي في المد طالق ذي الدنيا من القوم الزهاد تصيبه يبحث اليتامى يتفقد والفاقر يجيه شاقي ملزاد للخير والإحسان تلقاه يعاند كل نهار الناس لخيامه والراد فاتح جيبه للسلف ما ردش حد مع المحتاج تقول خاوة جد وجد نحاح الحيرة على الحاير تتعد ويفاجي همه اللي ضايق وداد وفيهم من صياد معروف يصيد خامر يحكي قاع للريم الشراد ويحكي الحجلة وحاجبها الأسود والأرنب والجالي الطايش في لوهات الله ويحكي الحجلة وحاجبها الأسود والأرنب والجالي الطايش في لوهات قناص على شوفة العين يقند رصاص وسحري يصيب على الأبعاد أي راهن من قرص واحد ما عاود متدرب جني على سقر وسداد هذا طاهر ده أي راهن من قرص واحد ما عاود متدرب جني على سقر وسداد ومكحلته فيها الخمسة الحاسد روسية من شافها جهة تنهاد وقرطاسه شفاف حباته تتعد مزير مخدوم بيدو لتسقاد الله وفيهم من فرسان مطبوعين القد همية يعشوع للقمر الوقاد ملبسهم فخر العرب وملبسهم فخر العرب من جد الجد تتميز به الشهامة من الأجواد ملبسهم فخر العرب من جد الجد تتميز به الشهامة من الأجواد وبرنوس الوبري الهمة للرايد وباللحفاية والقنادر زاد قراد ومحاصنهم في طرقهم تتهدد منقودين قليل منهم من الأعياد ومحاصنهم في أطرقهم تتهدد منقودين قليل منهم من الأعياد ولاد تصيل أصيال عودات ومأيد تفول بصباحهم قوم الهداد ركبوهم لأبطال بيهم تزايد من جهز عودوا عليه بعجلاد رفيكم ده لا طعب ولا ركبوهم لأبطال بيهم تزايد من جهز عودوا عليه بعجلاد اللي توجد في جواده تتوجد مدلل عوده كي تدلل القياد ونساهم نجم السها بان التوقد اللي تتمثل في ضياها من الأبعاد محجوبات محافظات الصيل مجد اللي طاعوا الأبطال رباوا الأولاد واللي نظم بن عطية يا سيد واسماه البشير بشعار وعواد ونختم بالرسول باسماه نشهد اللي بعثوا مولاه للأمة وحاد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك. العلبة كاملة قاعة في المشاهد. وما عندما بدأت القصيدة أخرج الطاهر بالخير الهاتف وبدأ في التصوير. يعني انتظر إذا انتظر إن شاء الله شيء قوي وجميل. الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لأخ البشير. الآن أعزائي ننقل لكم مباشرة إلى الشاعر قاسم عامر في قصيدة رثاء كذلك للإعلامي سليمان بخليلي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ولا يفوتني في هذه الجمعة المباركة أن نشكر كل المشاهدين الكرام ونحن على الهواء مباشرة، كما نشكر الإخوة الشعراء على حضورهم تحت قيادة الذيب بلال. يحضر معنا الشاعر بن عطية البشير والشاعر بالخيري الطاهر والشاعر غويني عبد الحميد والشاعر ساسي بن حرز الله والأخنة فرحات القاني على التعريف. كما نشكر صاحب الحديقة الجميلة أباح أحمد على حسن الإقبال وكرم الضيافة. بالنسبة للقصيدة هي مجرد محاولة برك. تفضل. نقول له يا بخليلي العين بخلتني بالسيل في يوم الشداد مع مقساها. خبرك جال بلادنا نوع زلزيل ولا رعدة جا ضربة مقواها. يوم فراقك يا سليماني بخليل هذيك الصدمة ما نزيد ننساها. يا عجباكي فاه يومي ولا ليل وتمسات السمش من بعد ضياها. موت الفجعة جاتنا والصبر قليل تمنيت يكون كذب ملاها. خلك نور بلادنا يا قمر الليل يا سيد الأبطال كلمة أسواها. خيرك سابق يا الخمة هوش قليل خاتم سليمان حصة شفناها. صحفي معروف إعلام وتمثيل وخاصة زينات يقولها. يا مول الجودة بالخيرات تهيل وعاطيك المولى القمة أصفاها. ساعي نحو الخير القرآن تميل وشهادات الخير عنه كلها. لا يوجد شبيه ليك ولا مثيل طابعها بالفضل والعلم معها. وفرسان القرآن درت لهم تأويل مقرونة بسماك مرهون معاها. وبعد فراقك يا رخو نور البديل هذيك القناة ما زيش نراها. نتفكر الأيام في السابق وقبيل يا حسرة عليا ما شفناها. والدنيا مشاوها حل ورحيل ونحسب تبقى دنيتي كما راها. وذركة فات الحال صار حتى نقبيل نحسبها قبل ما شفناها. أتفكرتك يا سليماني بخليل نتفرج ونقول حصة محلاها. ساعي نحو الخير والمجهود جميل ومحمود الأخصار قمم أعلاها. بحر غامق لا يوجد ليه مثيل وولد الصحراء فيه ميزة تلقاها. بحر غامق لا يوجد ليه مثيل وولد الصحراء فيه ميزة تلقاها. ذرية الأبطال من أرض النخيل وجمع اللي قال كلمة وفاها. لو نأتي ببحور مثل بحر النيل ونجعلها ميدان للي يقراها. ما نفيش وصافك يا نور الليل وما نلحقش خصايلك ما نصفاها. وبعد قبت اليوم عنا يا بخليل هذيك الصفة وضع ليا. استغفر الله المولى الجليل من قوة جهلي الموت ننساها. يا ربي يا خالقي العالم جليل بديع الكون والأرواح انشاها. ومحدد الأعمار بالأجل ودليل واللي لحقت ساعته يستناها. قبل الرحلة يكون للراحل تخميل كتاب مدون كل حاجة يلقاها. العالم يدير للدنيا تاويل والجاهل يروح في الدرس معاها. قاسم عامر جاب قوله بالتفصيل ونزيدك عنوان نضبط معاها. الله في سعيد الذات ما عندي بديل نستمتع بالجو ونشرب من ماها. تمم هذا القول والسباب خليل فجعة موت وراح القلب معاها. يا ربي يا خالقي أرحم بخليل يا ربي يا خالقي أرحم بخليل. وديك الروح الطاهرة تتلقاها وتتقمد روحه باسمك الفاضيل ويجب ترضى من هواها. والصلاة على النبي الكبير دايم اختم به ختمة محلاها. دايم اختم به ختمة محلاها. الله عليه وسلم. الله فيك يا أخي الصعب.
إذا مباشرة نلتقي إلى الشاعر عبد الحميد غويني. الشاعر عبد الحميد غويني يعرفه الجميع ويعرفه الكثير في قصيدة بعنوان حبك خيم. نعم. على من خيم؟ خيم على النبي عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وهذه إن شاء الله بودنا إن شاء الله مدام الأخ فرحات موجود هنايا. والأخ عبد القادر أنهم يجيبوها قصيدة. إيه يلحنوها. الإيقاع والإيقاع يلحنوها. والله يعني شرف لنا يا شيخ. ولكن قوينية ولكن هي لازم لها شوية وقت باهنا. معليش معليش. الله يفتح عليك. احنا قاع دايما وقت. الله يطول. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا بضيوفنا الكرام، ونرحب أولا وثانيا بالأخ سيد بشير، أول مرة نتلقى معاه. العطية. وهذه أول مرة نشوفه. ومرحبا بنا عادكم أيها الشعراء الأعزاء، وعلى رأسهم الأخ المشرف والتقني والمخرج بنفس الوقت الشيخ بلال، الله يرحمك إن شاء الله، والحضور الكرام وأهل المحلة المنزل، وكذلك مسعد بصفة عامة، والجزائر الحبيبة هي في القلب، هي من نبضات القلب بصفة عامة. يبارك فيكم. يقول حبك خيم، حبك خيم دار عني سقف وظل، وسكن لي وسط جواجي وداها، سيطر على كنان ما صبناش الحل، حليل الكبدة ما رواتش من ماها، زين القبة سلمني ذي العقل، وساكن طيبة ما قدرتش نشطها. ما طفى لهيب ناري حتى ظل، ويا ضيمي وليت نحلم بسماها، نعبر عنك بالكلام وتستاهل، ضاقت روحي انت تعجل بدواها، ني فعليا راه غزلي متخبل، ودباقي توحيد نفسي مقواها. حق انت معروف، حق انت معروف عنك ما تبخل، وين خصلة ما تكونش ملاها، اللي يهته بيك عنه قاعد طل، وتقرب ديك المسافة وصراحة. اللي شافك، اللي شافك طول عمره ما يذل، يا بن هاشم شوفتك وش حذاها، جذع النخلة على فراقك متهول من المحبة، هي وعيني بكاها. كلامك حيا عود يابس، كلامك حيا عود يابس متظلل، اسقى من حلمك يا حبيبي يا طه، على الثرى مشيت يشبه للرمل، وما بانت جرتك ما شفناها، وفي الصخرة خليت ما راه عنها طل، في المتحف ساقسيش لا قد تلقاها. الله معجزات كبار، معجزات كبار عنك تتهاطل، ومن غيرك محال واحد يصفاها، مسح الضرع الشاء اسقيت الناس كله من لبن هاروات، وكل كفاها مقطوعة في البيت، هازل ما تكون بركة سيدنا جد شفاها. بسطم على العجوز، بسطم على العجوز حارت يا رجل، وما تدخل الجنت كيما راها، قضبت عنك والأصحاب زهات كل، وبشرت من شفاعتك وسمعناها، يا بالك واسع وصبر عنك عول، وسكن لي وسط الخلايا، وسكن لك وسط الخلايا وملاها. صمتك حكمة، صمتك رحمة، النور عنك متكامل، ونطقك حكمة كل كلمة بدواها، خليت النعمة طايبة للي ياكل، ومعدولة ومذرية من اسفاها، اسهرت عليها ايام وليالي تعدل، وتقربت عنده طن من مداها. تركت الكعبة وما حملتش عيش الذل، والسطيب تشعاب مكة وعراها، وفي الطايف جهال ما صابوش الحل، وما عرفوش قيمتك وش معناها. صلى الله عليه وسلم. داروا لك كمين الأحجار تهوطل، وتبلغ في رسالتك وتقراها، اتكيت على حيط بجنان وهايل، أو اتكيت على حيط بجنان ومايل، وتصرب في دعوات زلزل ملاها، عفيت على القوم ربي وتقبل، وصرف البلوى عليهم مشتاها. الله. ودخلوا في الإسلام منهم يا رجل، وصاروا حماة للدين أقراها،
على أهل التاريخ سادات المحفل اللي ورد الخير عنك يا غراها جاور النصوح عنك ما يبخل وطريق الأمان يديك معاها نجينا يا خالقي فضلك كامل وقلت ادعوني ما خيبوا لها الله رانا مضطرين منك تتقبل بجاه الأنبياء وحبيبك طاها بجاه الصالحين جملة يا كامل والشهداء جميعهم كي مراها نقويني معروف للكلمة قايل تب علينا يا العالي نرجاها صلي صلي الرسول الزين الهايل كفر بصلاة الله عليه وسلم بارك الله فيك بارك الله فيك يحفظك إن شاء الله نواصل مع الشعراء بارك الله فيك شيخ بلال وربي يجازيك خير إن شاء الله وأنا بودي أن أعتذر من المشاهد الكريم لأنني شوية تعبان والله كنت حاب نشارك في هذه الجلسة الطيبة الكريمة أولا راح نشكر وراها سمح الشيخ أحمد سي أحمد نشكره على الترحيب الطيب يستاهلها وربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه آمين ونشكر ثاني الجميع اللي حضرنا هنا كما الشيخ عامر وكما سي حفظ الله اللي كان سبب انت سبب الله يبارك وشيخ القويني سيدي طاهر سيدي البشير الله يحفظك ان شاء الله عبد القادر هو اللي راه عاطي رونق هذه الجماعه واللي راه وشكر لك انت شيخ بلال واقول لاهل مسعد ولاهل الجلفه واهل الجزائر عامه ولكل المسلمين عيدا مباركا إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ونتمنى من العلي القدير إن شاء الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء إن شاء الله يا رب العالمين أمين أمين والكلمة طبعا أنا إذا حضرت في وسط هذه العمالقة من الشعر والشعراء ما عدي بها نتحدث نكش ما نفتت من وراهم كشف كليمة ولا اثنين من بعد أن ندخلها للرحال هي ممكن صح باهتا نوض في وجوه أنني مستمع وراني مستمتع بهذا مستمتع بهذا الفسيفساء سنعود إليك في الأخير لوصلة قصيرة إذا وجدتني هنا إن شاء الله إذا عودة إلى الشاعر طاهر بالخيري ماذا بعد هذه قصيدة رثائية نرثي فيها الشاب بلول الزهري الله يرحمه وليد الشاعر يحيى اللي نحييه بالمناسبة الله يرحمه الشاب هذا توفى في حادث مرور دراجة نارية وقاسي بهذه طلبها مني الأخ موسى الميرال راه متواجد في صفوف الخدمة الوطنية بولاية ورق العين حيه راه يشوف فينا ظروف هي حوار مع الشجرة نقولها هي الشجرة ما ينق من عديان يجر واش نسالك تنقص الرايح بعياه قلت نسالك ولا زهاري ظاهر ويوم فات على طريقك وش صبطيتك الا بي الصدور ولا قريتي سبت فراق ويناه ليك اثنين جوار داروا لي محور ويحكوا لي ما فات بعد ما نزل رصيفك عطور خلاه مكسر وعودك يا صجرة على القافل مقساه ما هو داري خدعتك ولا حبر وما خممنا في فراق ودعناه نستقرب في قصنها مازال اخضر وبعد جميع اللي بلا زهري نستقرب في قصنها مازال اخضر وبعد جميع اللي بلا زهري وساه يا صجرة غير لو حش عني جور ودرتك سبة للكلام اللي قلناه والله ريت الحال بلسانك يهدر ولجل محدد والقضاء علي مولاه سابق مكتوب ولا يتوخر ولا حكمة لجال بكرة عك تصفاه وش يزهل عبد لو كان يفكر ولا يتوحش والقبر مازال وراه وش يزهل عبد لو كان يفكر ولا يتوحش والقبر مازال وراه الباب اللي يدور لحباب السكر وكما هم راح يروحوا معاه لا من هو محظوظ منها يتوخر ولا سلطان تقدره لا صاحب جاه يوم قع الناس لحياتك تنعر مر الله ما قدروا شارك معاه يا يحيى لمن حيا بعد ان يقبر ولا من سال على الميت وش يا يحيى لمن حيا بعد ان يقبر ولا من سال على الميت وش دواه ولا من قال تصير لعله ينظر وبعد الموت نشوف خياله وش راه وكم اللي وليد مازال صغير وما سالش بعد انقضى لمن خلاه ذيك الساعة ما تحن ولا تشور يخرج منها بالعجل لا حنق ضاه يا لزهاري وهم سعد ولا مر وبعد في قيابك خاطري ما حب اخطاه مثل اللي محتوم عنه يتضفر
ولا صماط وضايق بخاطر مولاه، ما هو قول نقول عنك نستخبر لعله خبر العيا كذب مولاه، ياك بعيني جيت بحمالك ساير وعزي في الدنيا اللي كنت انه. الله الله عدت نقولك كان نعشك يتوخر ومثل القاضي للوحد والناس معاه ما طابش قلبي لخيالك نحفر ونديرك تحت الحجر ونقطص نغطيك بثوبك التان المحشر وما عنده طاقة البراني يا راه يا وعدي من محنت رقادك جور ويا شيبي من نوم لا يصحى مولاه سولتك عن برد صيصال المحفر إلى طابتك ونسول من ليك في الدار معاشر لا عرفه تحت الثرى وجهك وشراه طيف عاداني بلا سبة وقبر وبلا سابق كيد ولا نويناه يا بن سيدي فرقت الزهدة تقدر بن سيدي فرقت الزهدة تقدر والعبد بحكم ربنا الوجه يا من فرقت حباب تجاور ويا من نقصت الزهو على مولاه ويا من طعت ليك فرسان الميمر ويا من ذليتي اللي زايخ بشناه سنيتي جوفي على بوق المجمر وكسبتيني خروف الفلمة مطول ليلك ما يقفي عن سهر وصمد رقادك ساكن وما جاز القاه وحيط الجبانة اللي صمت وجاير وش داقت عيني اللي ولا وحداه واللي من داره بلا سبة هاجر وقولوا لي ذاك السفر يرجع شوراه تتجاوز يا خالقي عنه وقفر ويا سلطان الحق غيرك ما لو جاه إذا هم بطاعتك من شو عمر ولطفك يا ربي اللي ليه ترجع سدد قوله بيننا كيرو منكر وثبتنا عند سوال احنا وياه وفتح باب الصبر لأمي ما تصبر والوالد واللي من أحبابه ورباه أمر الله بدقيقته لجل مقدر وسبحانه هو اللي جابه داعي راهو داعك ليه يا ربي تغفر واللي رقدوا ساكنين اللحد معاه وارحمني ومن معاه من الجاور وذاك الهول اللي صعيب على مولاه كان بعثه من دعاك من القاهر طمع ذاك اليوم العظيم. الله الله بارك الله فيك يعطيك الصحة بارك الله فيك يعطيك الصحة ان شاء الله يا عم يا إذن عودة إلى الشاعر قاسم عامر تفضل قصيدة نقول يعجبني تاريخ وطني يا رجل يعجبني تاريخ وطني يا رجل ومن حقي لك كانت بها بسمها يعجبني تاريخ وطني يا رجل ومن حقي لك كانت بها بسمها حاس الفخر يبان نيران وتشعل والبترول الخام منه صدرناه وعروس الزيبان وبلاد نخل وكمل الصحراء حذاها يا حسراه تلقى ثروة كاينة نعجوي بل وتلقى الخير كثير والمعطى معطاه والطاسيلي وجبالها زيد تكسل المنظر جميل واحنا شفناه انت قروب الشمس انظر وتأمل ذاك المنظر ذاك الجو اللي عمرك ما تلقاه ما هو صنع انسان يتعب اللي يمل صنع الخالق كل شيء عدل سواه الساهل والكاف وبلاد الرمل والزوار يجوه من كل اتجاه مهما تشوف العين عمره ما يتمل نستعجب في ما خلق عظيم جاه ديك الصحراء الواسعة عقلك يهمل من حوت الجبال من صنع الإله وإذا قصدك في القمح وسد التل رزق بلادي إضافي ياسر مقواه من البيدي والفاسي كانت كيل واللي قصده قعنا الخير ده والجبال الشام خاع البحر طل والأشجار متنوعة زينة كيفاه والأزهار الباهية وسراب الحل هذا المخلوق مكرم وربي أعطاه وجعله ربي وجعله للإنسان حكمة ومثل عسل النحلة فيه للمسق مدواه حكمة ربي خالقي عز وجل في القرآن مدونة سورة باسماه وإذا حل الصيف نمشو للساحل ويعجبني جو البحر زين ومحلاه وطني يا وطني وطني من غير وطني ما نقبل وإذا قابل عز ورح نلقاه والحراس رجال واحد ما يقفل ناضوا على الجهاد وعرفوا معناه قه قارين القاضي جانا محتل يزحف بجنوده على وطني قطاه من أول خطوة على الشر مأول واستول عن خير لنهوده
فضل المولى قاوم المحتل، وبسلاح الإيمان قمنا حاربناه، وأصبحنا أحرار في وطني كامل، وما نسمح شي فيه يشبر ولا ننساه، والتالي من جيلنا تلقاه حل، ناس العهد والوفاء وأصحاب الجاه. وطني يا وطن البطولة بالكامل، وين نروح نصيب علامي معلاه، يرفرف بلوان على السطاح يطل، واللي شافه قاع ما عادش ينساه. يا وطني انت الراحة والمنزل، وشانك قالي ما كانش من يصفاه، قاسم عامر جاب القول وكمل، حب الوطن مهيج وللشعر داه، ونختم بالصلاة عنا بالمرسل، جاه الوحي وكرم ربي ولاه. الله 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 الله. الوطن، قصيدة الوطن، وطن كلنا نحب هذا الوطن، وكلنا نتمنى لهذا الوطن العزة والكرامة والأمن والأمان إن شاء الله. ربي يحفظ وطننا إن شاء الله، يجعله محفوظا من كل بلاء إن شاء الله. نعود إلى الشاعر بن عطية البشير في قصيدة أخرى، تفضل مشكورا. إليك الفضل. قصيدة غزلية، قصيدة نقول فيها عربية مثل غزال الذهبية، ومرتعها نعم السحاري في البيرين، تجول ماهيل حرة وكرية وعيافة واشرابها من رأس العين. اتنطس طبع الغزالة حسية، ما ترضى في قربها الأشبار تخين، نعت الريم اللي ذكرته عربية، هذا الزين قليل نعته في الحيين. مقصادي ان بنت شبه الحورية، بخاصة مشكور لجد البقرنين، عليها خمسة وخمسة فضية، اتبعد منها عيون الحسادين. نجمة برزت في ليالي ظلمية، وبنضياها كي تمسها والقمرين، تتلألأ بين النجوم الضوايا، اتعاشي نجمسها بنت الصيلين، إذا قلت وصافها حط معايا، يقمك ريح الهوى ودي السنين. تدخل في بحر المرقم طوايا، تسهوي نسيك في عمل الدارين، تبقى حاير كأنك شايف رؤيا، وما يقدر تفسيرها واحد فاطين. تكذب بالزين ما هو في الدنيا، تحسب في الأخرى ملاقي حور العين، شبه الجنة تنظروا في الباقية، قادر ربي يدير لك منها قسمين. هذا قسم اعطاه لك في هذية، وفي الأخرى ثاني يزيدك راحنين، ربي حب الزين مدحو في الآية، وذكر جماله من اللي مشكورين، والبنت اللي جبت عنها معنايا، متفوق جمالها فات الزينين، ينسي جمالها في حيزية، بخاصة البنات تستاهل مهرين. زينك فات الزين بنت الشامية، نعدتك بها تفوتيها مثلين، بنت الحشمة والحياة والعقلية، راها قليل امثالها في جيل الفين. وردة وسط جنان فتحت محضية، ما بين الملوك تهدى وسلاطين، لا تحصى فيها معاني سرية، يفهمها ملطوم تخط الستين. قلت لك التعابارها معدي محظوظين في الشعر، شوف في الغزل حتى ذكر الغزل. لا تحصى فيها معاني سرية، يفهمها ملطوم متخط ستين، شايب طايب في الهموم العيايا، قداهنك يا جراح ومتخلفين، بريفيسور كبير في الطب حكاية، في مرض العشاق ما عنده شقرين، من المحفوظ الهيه في ذي القبلية، شاعر مسعد اللي مبك الصبارين، والطاهر بن سعد ذاك الداهية، بحر الشعر اللي بحر الشعر يمثل الجلفويين. الله 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 الله. والطاهر بن سعد ذاك الداهية، بحر الشعر يمثل الجلفويين، لو نسألهم يجاوبوني في ذي، رمز الوردة واش تأني بين اثنين، مقزاها لو تعرف وصبت نوايا، وتقولي قولي فيه حكمة يا فاطين. مقزاها لو تعرف وصبت نوايا، وتقول لي قولي فيه حكمة يا فاطين، واسمع في المنظوم نعطيك سمايا، بن عطية اللي يشعر من قلب حنين، نسبي واضح نايلي فخرة ليا، جلفاوي من سال عني قال منين. الله الله الله. والطاهر عاود لنا البيت تاع الطاهر. والطاهر من المحفوظ الهيه
في ذي القبلية شاعر مسعد اللي مبك الصبارين والطاهر بن سعد ذاك الداهية بحر الشعر يمثل الجلفوية. الله الله واش تزيد والله ذاك الصبار الله خلاص هذي قدر يدل على المحبة كامل هذا الوقت هذا الوقت والطاهر ذاك الداهية ذاك الداهية تفضل يمثل الجلفوية يمثل الجلفوية الله هذا طاهر دوك انت راك خلاص كره في في مرماك في الملعب تاعك انتظر الرد ان شاء الله ردها عنه اذا ردها عنه ان استطعت اذا الى اين نتجه الان الى الشرق ام الى الغرب الى عبد الحميد ام الى ساسي بن حرز الله راح اجيب القصيده تاعي ولا تروح تفضل عبد الحميد نروح نعاون فيها حط بالك حط الحاج حط كاع ما تدخش هذه ولا من القصيدة غروه ارواح من حرز الله ارواح سلفوه قصيدة بشير راه خلاص اذا فاصل ونواصل سنلتقي معكم بعد لحظات حبصها الفاصل ومرها الناس دور على ذلك.